تفشت في العقود الأخيرة ظاهرة أساتذة التعليم العمومي بأطواره المختلفة الذين يتعاطون تقديم ساعات الدعم في المواد المختلفة، وكثيرا ما يكون الدافع الربح، إذ تشمل دروس التقوية على حد سواء من هم بحاجة إليها ومن هم ليسوا بحاجة إليها. وكان من نتائج ذلك أن نشأ جيل يرى في تلك الدروس معبرا لشراء نقط ومعدلات غير مستحقة. تكون الظاهرة أكثر إثارة للانتباه حين تقترب مواعيد امتحانات شهادة البكالوريا، فترتفع أسهم أساتذة الفيزياء والرياضيات وكأن العام الدراسي قد بدأ لتوه. ليس كل الأساتذة يتعاطون نشاط دروس التقوية والدعم. في مراكش كان أستاذ الرياضيات سلام محفوظ في جملة الأساتذة الذين لا يقدمون دروس الدعم مدفوعة الأجر، فقد كان يرى أن الجهد الذي يبذله مع تلامذته في القسم أثناء الحصص القانونية يكفي لتحقيق النتائج المرجوة. وحين كان يستعصي درس من الدروس على فهم التلاميذ، فإنه كان يطلب الإذن من إدارة الثانوية فيقدم حصة للدعم خارج ما ينص عليه الجدول الزمني المحدد له، كانت دروسا للتقوية غير مدفوعة الثمن. وكان المعروف عن الأستاذ سلام محفوظ صرامته في التنقيط، لم يكن يبدي أي تساهل مع المتهاونين، بينما يحصل المتفوقون على نقط مستحقة. وكان منهاجه ذاك وراء جو من المنافسة الشريفة بين مجموعات من تلامذته جعلت الكثيرين يحققون تقدما هاما. ولكن أستاذ الرياضيات بمواقفه تلك والنهج الذي يسير عليه كان يكاد يشكل نبرة نشازا بين مجموع زملائه المدرسين، وخاصة أولئك الذين يقدمون دروس الدعم مدفوعة الأجر. كانت طريقتهم في التنقيط تتسم بكثير من المرونة. كان زملاؤه يرون فيه مصدر تهديد لهم، بل إن عددا منهم لم يتردد في إبلاغ وشايات كاذبة عنه. وبينما نشأت بين الأستاذ سلام وتلامذته النجباء علاقات ود واحترام وصداقة، فإن ثلة من التلاميذ ناصبوه العداء لأنهم لم يحصلوا على النقط التي يريدونها. باقتراب موعد امتحانات البكالوريا دورة العام 2008، خصص الأستاذ سلام محفوظ حصة إضافية لتلاميذه لمساعدتهم على فهم درس استعصى عليهم. كانت الحصة الإضافية في مقر الثانوية وقد استغرقت 3 ساعات. لاحظ الأستاذ أن عددا من التلاميذ غابوا عن تلك الحصة، في نهاية الأمر ذلك شأنهم. عند خروجه من الثانوية وبينما كان يهم بفتح باب سيارته، اعترض سبيله عدد من الشبان، تعرف من بينهم على عدد من تلامذته ممن غابوا عن حصة الدعم، بل إن منهم من كان متغيبا عن حصص مادة الرياضيات منذ عدة أسابيع. فاجأه أن من بينهم من كانوا يحملون هراوات، بل إن واحدا من تلك المجموعة كان يحمل سيفا. أحس بأن المجموعة تريد الاعتداء عليه. كان رجلا قوي البنية، شابا تخطى 30 ببضعة أعوام. تصدى لهم، تمكن من فتح صندوق الأمتعة وأخرج منه مفتاح رافعة السيارة، هش بها عليهم. وأثناء تراجعهم من حوله رأى ذاك الذي يحمل سيفا يحاول التقدم، وكان في الدائرة الأبعد منه. في تلك اللحظة صاح أحدهم: بدا وقد أصيب. تراجع المعتدون وتفرقوا، وبقي الأستاذ أمام باب الثانوية وأمامه تلميذ وقع على الأرض، كان يتخبط، ثم هدأت حركته. في بضع ثوان كان قد فارق الحياة. أبلغت الشرطة بالذي حدث. حضر إلى باب الثانوية العميد ممتاز محمد الحراق ومعه فريق من أعوانه وعنصر من مسرح الجريمة. لم يكن بمقدور رجال الأمن فعل أي شيء. استنتج العميد وفاة التلميذ نتيجة إصابته بطعنة في الظهر. تم إخبار الوكيل العام للملك. نقلت الجثة إلى المستودع البلدي للأموات لفحصها واستجلاء سبب الوفاة ولمتابعة التحقيق. لما وصل العميد الحراق وفريقه إلى باب الثانوية لم يكن هناك سوى الأستاذ سلام الذي قص ما تعرض له من قبل مجموعة من الشبان من بينهم بعض التلاميذ. في
مستودع البلد للأموات لم يحتج الطبيب الشرعي وهو يفحص جثة التلميذ إلى وقت طويل ليستنتج أن الوفاة نتجت عن طعنة في الظهر بأداة حادة أصابت القلب. في تلك الليلة تبين أن القتيل تلميذ في الثانوية اسمه عبد الإله شفيق وأنه يبلغ من العمر 19 سنة. تبين أيضا أنه الولد الأكبر لأحد موظفي مصلحة الحالة المدنية بمراكش. بعد أن اقتيد إلى المفوضية تم الاستماع بتفصيل إلى أستاذ الرياضيات الذي أعاد ودون أي تغيير أو تحريف كل ما رواه بشأن ما تعرض له عندما كان يغادر الثانوية بعد حصة للدعم قدمها لتلاميذه. قال إنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس. لم تضبط مع الأستاذ أي أداة حادة، ولم يجد العميد محمد الحراق بدا من وضعه رهن الحراسة النظرية، وأمر بإحضار أولئك التلاميذ الذين قال الأستاذ سلام إنهم كانوا في جملة أولئك الذين اعترضوا سبيله وحاولوا الاعتداء عليها. أمضى الأستاذ ليلته في المفوضية، وقبل منتصف اليوم التالي تم إحضار كل التلاميذ الذين ذكر الأستاذ أسماءهم. كانوا مجمعين على رواية موحدة قالوا إنهم كانوا بباب الثانوية كعادتهم لما خرج الأستاذ وهددهم بالضرب إنهم لم يبتعدوا عن سيارته. أضافوا في أقوالهم أن الأستاذ سلام معروف حتى داخل الثانوية بعنفه مع كل التلاميذ الذين لا يروقه مظهرهم أو وضعهم الاجتماعي، وأنه يميل ميلا كبيرا إلى التلميذات من بين تلاميذه يخصهن بكامل العناية ويمنحهن نقطا سخية، وأن باقي الأساتذة يعلمون ذلك. بدأ للعميد ممتاز محمد الحراق أن أولئك التلاميذ اتفقوا على الإدلاء بأقوال متشابهة إلى حد التطابق، وقد دفعه ذلك إلى توسيع دائرة تحرياته لتشمل أساتذة ومدير الثانوية التي يعمل فيها الأستاذ سلام محفوظ. كانت غايته أن يحصل على المزيد من المعلومات حول الرجل. نفى مدير الثانوية أن يكون تناهى إلى علمه ما زعمه أولئك التلاميذ حول سلوك الأستاذ سلام، وشهد له بالاستقامة والنزاهة والتفاني في القيام بمهامه أحسن قيام. لمس العميد الحراق أن لأغلب الأساتذة موقفا من الأستاذ سلام، إذ لم يقولوا ما قد يساعده على الخروج مما هو فيه. سخر العميد عامل المفاجأة وقام باستجواب بعض التلاميذ والتلميذات داخل الثانوية. جاءت الأجوبة كلها ثناء على الأستاذ الذي عد من بين أحسن الأساتذة في تلك الثانوية. علم العميد أن التلاميذ الذين أدلوا بأقوالهم في المفوضية من المتعثرين في دراستهم، ومنهم من يتعاطون المخدرات، بل إن التلميذ الذي قتل كان قبل أيام في جملة التلاميذ الذين قرر المجلس التأديبي توقيفهم لمدة أسبوع. وبالرغم من أن أي دليل لم يقم ضد الأستاذ سلام، فإن الوكيل العام أمر بتقديمه حيث أصدر ملتمس تحقيق كلف به القاضي محمد مرواني الذي وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. كما أن قاضي التحقيق أصدر إنابة قضائية لفائدة المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد متابعة البحث. تأسيسا على ذلك ظهر للعميد الحراق التركيز على التثبت من صحة ما زعمه التلاميذ من تعامل الأستاذ سلام بسخاء مع التلميذات. عاد إلى الثانوية وطلب التدقيق في كيفية التنقيط التي يعتمدها الأستاذ سلام. حيل الأمر على نيابة وزارة التربية الوطنية حيث التأمت لجنة خلصت إلى أن التقويم الذي يعتمده الأستاذ سلام سليم، وأن الرجل مشهود له بالكفاءة والنزاهة. قام العميد بعد الحصول على الإذن الضروري بتفتيش بيوت التلاميذ الذين كانوا في جملة من استدعوا إلى المفوضية. كان يريد الوصول إلى دفاترهم. أثناء ذلك وبينما كان يفتش منزل التلميذ الذي قتل، علم أن له أختا هي أيضا من تلامذة الأستاذ سلام. كانت النقط المسجلة في دفترها من أعلى النقط على مستوى القسم. كان في الأمر ما يدعو إلى استكشاف تلك المفارقة. بدا للعميد أن الفتاة تتهرب من الإجابة عن كل الأسئلة، ولذلك طلب منها المثول أمامه في المفوضية. في مكتبه
فكت عقدة لسانها، خاصة بعدما أبلغها أن أستاذ الرياضيات يواجه عقوبة بالسجن قد تصل 20 عاما إذا ما لم يتوفر ما يبرئه. أقرت بأن شقيقها كان في جملة التلاميذ الذين أحيلوا على المجلس التأديبي، قالت إنهم لم يظلموا، ومضت إلى أن شقيقها كان يتعاطى الخمر ومخدر الحشيش، وأنه لم يكن يكف عن التشويش في القسم رفقة آخرين من أمثاله. كشفت الفتاة للعميد عن أن والدها كان يعلم كل ذلك. أضافت أنها علمت من إحدى رفيقاتها أن تلميذا قام بتصوير كل ما دار ذاك المساء في باب الثانوية، وأنه بعدها لم يظهر له أثر. صار على العميد أن يصل الآن إلى هذا التلميذ. في منزل أسرته فوجئ بأنه اختفى، كذلك قالت الأسرة. كانت لدى العميد شكوك حول تواطؤ أفراد الأسرة، وقرر التركيز على أقرب أشقائه إليه. وضع تحت المراقبة، وفي النهاية تمكن الباحثون من الوصول إلى مخبأ التلميذ المصور. لما أحضر إلى المفوضية قال إنه اختفى لأن زملائه هددوه إن هو كشف الشريط. كان التسجيل المصور يظهر كل شيء، المشادة الكلامية بين التلاميذ والأستاذ، ثم في لحظة يرى حامل السيف وهو يتقدم بسرعة، ثم تسمع الصرخة ويسقط التلميذ عبد الإله شفيق. تم القبض على المجموعة كاملة. كان الشريط يحول دون كل إنكار، أودع الاعتقال الاحتياطي تمهيدا لمتابعتهم، بينما أفرج عن الأستاذ سلام محفوظ.